ايفرتون ويست بروميتش الدور الانجليزي الممتاز الجوله الثانيه ويشاهدنا كيفاش ايفرتون وين يضرب بقوه بعد ما استغل النقص العددي لويست بروميتش. شفنا كيفاش خرج لهم اللاعب كيران خرج في الدقيقه 46 وين وهو مدافع كيران اللي خرج في الدقيقه 46. يعني نقولوا باللي في الشوط الاول وين نقولوا باللي كانت المباراة جيدة، وين كانت المباراة جيدة شنا جيرارد اللي سجل الهدف لويست بريميتش في الدقيقة العاشرة، شنا تعديل النتيجة في الدقيقة 31 من عن طريق دومينيك، وين شنا ماتيو كذلك، وين شنا جيمس، وين رودريغيز، وين أضاف الهدف الثاني، شنا ماتيو الذي عدل النتيجة في الدقيقة 47. مايكل كين الذي أضاف الهدف في الدقيقة 54، شنا دومينيك كذلك يعود ويسجل الهدف الثاني والثاني والرابع لناديه في الدقيقة 62، دومينيك يعود ويسجل في الدقيقة 66 الهدف الخامس. يعني وين استغلوا، شوف كيفاش استغلال كي يكون عندك سلافين المدرب تاع شنا كيفاش كارلو أنشيليتي اللي لعب بخطة 4-3-3، سلافين المدرب تاع ويست بروميتش اللي دخل بخطة 5-4-1. يعني نقولوا باللي الشوط الأول كان متكافئ نوعا ما، الشوط الثاني بعد خروج اللاعب اللي كان ضربة قاضية لعاب تاع ويست بروميتش في الدقيقة 46 كيران جيبس اللي خرج في الدقيقة 46 بطاقة الحمراء، وين شفنا كيفاش التغييرات تاع أنشيلوتي والذكاء تاعو عرف كيفاش يستغل نقص العددي لويست ويست بروميتش في الشوط الثاني، وين عرف كيفاش يسجل أهداف ويفوز بكل ارتياحية. شفنا كيفاش وين شفنا جوردان الحارس تاع ايفرتون، شفنا شيموس، شفنا ياري، شفنا مايكل، شفنا لوكاس، عبد الله دوكاري، الين، اندريا، جيمس، رودريغيز، شفنا دومينيكو، شفنا كيفاش ايداك، شفنا مويس، كين. يعني نقولوا باللي شفنا كيفاش من جانب ويست بروميتش وين سامويل في الحراسة، دانييل، شفنا سيمي، شفنا كايلي، شفنا كيفاش كيران اللي خرج بالبطاقة الحمراء، شفنا ماثيو، جاك، شفنا رومان، شفنا جوردن، شفنا كالوما، فيدريكو، كالي، سان فيلاد. يعني كانت المباراة كانت شيقة، مباراة كانت من خاصة في الشوط الثاني كانت من جهة واحدة فقط، كانت من جهة واحدة فقط من جهة نقولوا من جهة ايفرتون، وين شاهدنا 63% نسبة استحواذ، 594 تمريرة بالنسبة لايفرتون، 37% نسبة استحواذ ويست بروميتش، 235 تمريرة فقط بالنسبة لويست بروميتش. يعني نقولوا بلي كانت المباراة كانت شيقة، مباراة شاهدنا فيها أهداف في الشوط الأول، أهداف في الشوط الثاني، كان لعب من جهة واحدة، نقولوا من جهة واحدة، رغم أن ويست بروميتش لعب منقوص، لكن خاصة المدافع القوي تاعهم اللي خرج، وين شفنا كيفاش أنشيلوتي وين عمل تغييرات، عرف كيفاش يعمل تغييرات، عرف كيفاش يستغل الفرص والفوز الفوز بالمباراة، مباراة اللي كانت في الشوط الأول كنا نشوف فيها صعبة قبل ما يخرج اللاعب كيران في الدقيقة 46، وإن شاهدنا الشوط الثاني كان أسهل لإيفرتون. هذه هي الجولة الثانية الدور الإنجليزي الممتاز للبريمير ليج، إيفرتون يفوز على ويست بريميتش، صعيدوا.